من بعد سماع نداء الاستغاثة هذا تبدأ المغامرة، مغامرة ورحلة يجهل هؤلاء ما يمكن أن تحمل لهم، رحلة يفرض فيها فيروس كورونا قوانين جديدة. هذه روبا تطوعت في العمل الإنساني منذ سنوات، جندي هي اليوم مع مئات المتطوعين في الحرب على كورونا، حرب بدلت الكثير من قواعدها. يعني هني قلقانين لأنه أنا كمان بكون قلقانة، فعايشين بقلق كلياتنا. الأهل بس لما يعرفوا حدا من أولادهم محطوط بركي بالصفوف الأمامية أكيد رح يكون عليهم هالقد قلق، قد ما نحن قلنا أنه نحن بمحل كتير سيف وأكيد ما رح يصير علينا شيء وننتبه على بعض وكلياتنا عيلة واحدة، بس الأم غير. 750 متطوعاً على مختلف الأراضي اللبنانية يعملون على نقل الإصابات إلى المستشفيات، يهددهم في كل لحظة خطر الإصابة بالفيروس الخطير، خطر لم يثنهم عن مواصلة مهمتهم. نحكي على مشاكلنا يمكن مع المستشفيات يلي في منها يمكن مش مجهزة، بس كمان في منها يمكن عم بتكون عندها خوف وعم بيكون عندها شوي مش عم تقدر تساعدنا بخدمة المريض. بهيدي الحالة شو عم بيصير؟ يعني كيف عم تتعاملوا مع هيك حالات؟ عم نجرب نحل الأمور بطريقة علمية معهم، يعني وحتى اليوم أنا برجع بجدد هيدا الطلب إنه بليز نحن عم نكون لابسين الحماية البي بي إي تبعنا، مش كل شخص لابسين نحن كرماله هو كورونا. بابتسامة لا تفارق وجوههم يقوم المتطوعون هنا بنشاطهم، وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء وعلى الرغم من دقة قواعد اللعب مع الموت، يعمل هؤلاء باندفاعة واضحة. رفعوا من نسبة الوقاية وأجروا تدريبات تحاكي الخطر المستجد، لكن الحماسة لا تزال كما قبل زمن الكورونا. على الرغم من قوة الخطر يواجه متطوعو الصليب الأحمر الفيروس في الخطوط الأمامية، يشكلون هدفا محتملا لغريم لا يفرق بين الناس، ومع ذلك تتقدم الإنسانية هنا على خوفهم والقلق. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.